باشرت كوادر فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل بتجهيز مفردات السلة الغذائية التاسعة والوجبة العاشرة للرعاية الاجتماعية وبجهود استثنائية من قبل كوادر الشركة. انطلقت في فرع بابل وكافة محافظات العراق عملية تجهيز السلة التاسعة لمفردات السلة الغذائية، والعمل يجري بإنسيابية عالية رغم موسم الأمطار، والمناشئ الموجودة للبضاعة هي مناشئ رصينة. هذا التجهيز يكون وفق المناطق الأشد فقرا زين، وكوادرنا مستنفرة بأيام العطل والجمع وأوقات من الصباح الباكر إلى ساعات متأخرة من الليل. وكلاء المواد الغذائية من جانبهم أشادوا بالإجراءات المبسطة من قبل الشركة، داعين المواطنين والوكلاء إلى الإسراع باستلام موادهم. حقيقة وجدنا انسيابية وحضور الوكلاء لاستلام السلة التاسعة وانسيابية عالية، بحكم أنه إحنا منطقة الثورة من المناطق الفقيرة، فأول منطقة إن شاء الله اليوم تم استلام مواد للسلة التاسعة كاملة إن شاء الله. بالنسبة للعمل هنا أنا عمل جيد وسلاسة بالعمل، ونطب نحمل والمواد موجودة، وأدعو الوكلاء يعني وهذا حتى يجي كل من بوقته، لأنه هذا جدول حتى كل من يوصلها في وقتها للمواطنين. ورغم أجواء الطقس الماطرة إلا أن ثمة جهود استثنائية من قبل كوادر فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل باستلام وتسليم مواد السلة الغذائية التاسعة ومواد الرعاية الاجتماعية العاشرة لتسليمها للوكلاء ومنها للمواطنين. من باب العلاء الجراح، العراقية الإخبارية.